قلت لكم لا حدا يقارش المصاري. امي بس 500 ليره ولا قرش. انا ما صدقت لاقي رسمال لحتى ابدا في حياتي. امي امي اخ نبتدي في حياتنا. الله يرحمك يا ابي لو انك عايش. إيه الله يرحمه، بس الحي ابقى من الميت. امي ليش هيك عم تحكي عن ابي؟ لا حدا يفتح، لا حدا يفتح، لا ادخل فوت المصاري وخبيهم جوا. امي ايه شو بكم؟ شو صاير لكم؟ ليكون بدر مني شيء لا سمح الله. انت شو جابك؟ على حد علمي حضرتك باللادقية، انت وهذا القصدير تبعك مدري شو اسمه. ايه قصدير؟ ألمينو مرت عمي زكي بيك. ألمينو مرت عمي. هلا الألمينو صار بيك؟ لكن شو بينقال عن الذهب باشا؟ بعدين لا تقلي هالكلمة الشرشوحة مرت عمي. لكن شو بدي اقول لك مرت عمي؟ لسه بيرجع بعيدها. لا تقلي مرت عمي، قلي يا مدام. المهم شو امرت هلا؟ شو بدك؟ نحن راجعين مرت عمي من اللاذقيه، انا وزكي بيك ألمينو، مرينا على حمص، اشتهيت لكم حلاوه الجبن بقشطه، وبالمره قلت بمر على سمر وبشرها انه وعدني زكي بيك يعطينا بيت نتجوز. قلت لي بدك تتجوز؟ إيه بس سمر البيت ما عاد بدي اياك فرحانه فندي. ايه معقول الحكي؟ مرت عمي؟ قصدي مدام؟ شو صار؟ فهموني؟ أحمد؟ شو صار؟ فهمني؟ سمار؟ صحيح مثل ما عم تقول أمي؟ أمي؟ أمي قصدي إنه لازم نحن نبطل سكتي. سكتي فرقع لوز. فرقع لوز. سكوت أنت حمصت الكي. حمصت الكي. أنا هون. هون إلي الكلمة لوحدي وبس. مرت عمي أنا ما مدام 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 مثل ما بدك بصير مدام. ايه مرت عمي بصير مدام، كنا من يومين مثل السمنه والعسل. شو اللي جد؟ انت هلا مو من مستوانا. كيف هي ما من مستواكم؟ ايه معقوله مرت عمي بصير؟ هي كبير كثير. ها اخوات هدول اللي جايبهم وروح طعميهم للألمينو تبعك. معقوله؟ احمد شوفي مثل ما عم تقول لك، خذ هدول والله معك، انت مو من مستوانا. عرفت شلون؟ سمار هلا بتفهميني شو عم بصير؟ انا ماني فاهمان شيء. فرحان الموضوع انا ما في شيء، بس ربحت ورقة لي نصي ب 20 مليون ليرة. يعني لي 10 ملايين ليرة. الله يرحمك يا ابي، الله يرحمك. خلفت مجانين.